صرح مدير عام الهيئة العامة للبيئة شيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح بأن زراعة الشتلات من نبات القرم يساهم في تخفيف آثار التغير المناخي على الكويت، إذ توفر هذه النباتات موائل للكائنات الفطرية في محمية الجهراء، وفوائد عديدة منها تثبيت التربة الساحلية من عوامل التعريع. ضمن جهود الهيئة العامة للبيئة ومشاريعها في إعادة وتشجير بعض المناطق في البلاد، قامت بزراعة نبات المانغرو في محمية الجهراء لزيادة التنوع الأحيائي فيها والمحافظة على البيئة ومكوناتها، والتي لها من خصائص كثيرة اليوم في احتواء الكربون وكذلك زيادة الموائل الطبيعية للأسماك والكائنات الفطرية. نقوم بما يلزم اليوم لإثراء البيئات المختلفة كبيئة ساحلية وكذلك البيئة الطينية والبيئة الصحراوية في دولة الكويت، والمشاريع هذه إن شاء الله مشاريع مستدامة لبيئة أفضل لأجيالنا القادمة بإذن الله. أما عن محمية الجهراء فستعاود فتح أبوابها للجمهور من يوم الجمعة لمدة 3 أشهر حتى يتسنى لهم التمتع بمناظرها الخلابة. الدخول من خلال الحجز على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للبيئة، سيتم من خلاله حجز المراصد، كل مرصد اليوم حجزه يكون فيه 10 دنانير، يكون مشمولة في استقبال 5 ضيوف للمرصد، فبذلك يستطيعون حجز المرصد الذي يرغبون فيه، ولدينا أكثر من إطلالة في هذه المراصد بإذن الله سيتم شرحها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للبيئة. استمرار حملات الزراعة وخاصة نبات المانغروف سيكون لها أثر إيجابي على البيئة. الإكثار والتوسع في مساحة زراعة المانغروف يهدف إلى الحد من مخاطر التغيرات المناخية. من محمية الجهراء، مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.